الأخبار من الراي. شلون يكون لكم صوت في مجلس الأمة إذا أنتم يا نساء الدائرة ما دفعتوا بأصواتكم لإيصال كفاءات نسائية لمجلس الأمة؟ الهدوء ينسحب على عطلة نهاية الأسبوع، والندوات تختصر المشهد الانتخابي، والمرأة تتصدر أجندة بعض الحراك. الداخلية مستعدة لتأمين وقائع العملية الانتخابية، وقيادة أمن الصناديق جاهزة لتيسير مجريات الاستلام والنقل والتوزيع. عندنا إنارة، كمية إنارة بشوارع الكويت رهيبة جدا، يعني خل الإنارة البسيطة في شوارع الداخلية بالمنازل، لكن كل الشوارع عندنا منورة. في وضح النهار الرأي يرصد هدر الطاقة الكهربائية ويفتح ملف الإسراف، مسلطا الضوء على أهمية ترشيد الاستهلاك. الإنتاج المحلي للخضار يكون هناك كميات محددة من قبل الجمعيات. المزارع مظلوم والمستهلك مظلوم. تفاوت في أسعار الخضروات، واتحاد الجمعيات يدرس توحيد الأسعار في خطوة تلقى ترحيب المستهلك والمزارع. نشرة الأخبار من تلفزيون الرأي، أهلا بكم. هدوء نسبي خيم على عطلة نهاية الأسبوع، حيث اقتصر الحراك السياسي على بعض الأنشطة الانتخابية لعدد من المرشحين في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وفي السياق، فقد حضرت هموم المرأة الكويتية أجندات وبرنامج مرشحة الدائرة الرابعة ذكرى الرشيدي، والتي أكدت أهمية دعم المرأة للوصول إلى المجلس المقبل وتغيير الصورة النمطية عن النساء في المجتمع الكويتي. كما شددت الرشيدي خلال ندوة لها على ضرورة إدراك المرأة لحقوقها السياسية، مشيرة إلى أن القوانين المرأة لم تطرح كأولويات من قبل أعضاء مجلس الأمة السابق. إلى والدك أو أخوك أو أبوك لنقل الهموم إلى نائب. أنا أوعدكم إن شاء الله بفكري وبرؤيتي بأنه هو إذا كانت المرأة بنفسها ما عندها وعي وإدراك لحقوقها، شلون راح تنتقل أو ننقل همومها إلى مجلس الأمة؟ المجلس السابق، مع احترامي لإنجازاته ولجميع الأعضاء واحترامي وشكري وعرفاني للرجال الداعمين للمرأة، لكن هل شفتوا أن قانون المرأة والتعديلات اللي إحنا نطالب فيها إضافة إلى التعديلات السابقة طرحت كأولويات للنواب في المجلس القادم؟ ما طرحت ولا عرضت ولا كان حتى في يعني اللجان تعمل لصالح المرأة. شلون يكون لكم صوت في مجلس الأمة إذا أنتم يا نساء الدائرة ما دفعتوا بأصواتكم لإيصال كفاءات نسائية لمجلس الأمة، مو بس على مستوى الدائرة الرابعة، أيضا الدوائر الأخرى في هذه الانتخابات؟ ولكن إحنا لنا طبيعتنا المختلفة، تعرفون الوضع اللي إحنا قاعد نعيشه في الدائرة الرابعة، تعرفون الخطوات اللي أنا مشيتها على مدى سنوات، أنا بنتكم منكم وفيكم، لي نفس عاداتكم وتقاليدكم. أعلم بأن إحنا في مجتمع ربما لا يؤمن بوجود المرأة في المجلس النيابي، ومع ذلك أنا معاكم بأصواتكم وبدعمكم قدرنا نعطي الصورة اللي إحنا نتمناها، وإن شاء الله رح نعطيها هالمرة أكثر. إلى ذلك، أكدت وزارة الداخلية ممثلة باللجنة الأمنية لقيادة أمن الصناديق الانتخابية اتخاذها الوسائل والتدابير لتأمين استلام الصناديق من إدارة الانتخابات وتوزيعها على اللجان الانتخابية وفق الخطط الأمنية المحددة، وتأمين نقلها من وإلى مقار الاقتراع وإعادتها عقب إعلان النتائج النهائية إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة. وأوضح قائد قيادة أمن الصناديق اللواء حميد السماج أن قيادة أمن الصناديق المعنية بتنفيذ تعليمات القيادة العليا بوزارة الداخلية، إضافة إلى تعليمات القضاة ورؤساء اللجان لتأمين حالات الاقتراع وتنظيم انسيابية دخول وخروج الناخبين.
على وقع التحذيرات من تزايد كميات النفط المطلوبة لتوليد الكهرباء والماء على اقتصاديات وموارد الدولة مستقبلا، يدق ناقوس الخطر من الهدر المستشري ليلا ونهارا، سيما من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية. صورة الإسراف في الاستهلاك في تقرير لسام الشديات. منذ منتصف شهر سبتمبر الفائت وإلى يوم إعداد التقرير، وإضاءة هذا الشارع تزيد الهدر هدرا حتى ساعات متقدمة من صباح كل يوم. وإن كانت أعمال الصيانة غالبا ما تكون السبب، تطرح تساؤلات عن هذه الأعمال التي لم تعرف بعد أي نهاية، لتزيد مع الوقت من الأحمال الكهربائية في وطح النهار في بلد يتناقض فيه المشهد عن سائر الدول المتقدمة. معظم دول العالم ترى ما ينور كل الشوارع، احنا عندنا إنارة، كمية إنارة بشوارع الكويت رهيبة جدا، يعني خلي الإنارة البسيطة اللي في شوارع الداخلية بالمنازل، لكن كل الشوارع عندنا منورة. حجم الشبكة الإنارة بالكويت حجم ضخم، يمكن الإدارة المعنية فيها تحتاج إلى دعم، تحتاج إلى كوادر معينة على أساس أنها تغطي كل المنطقة. وفيما تستهلك الكويت حالياً ما يزيد عن 300 ألف برميل نفط يومياً في عملية إنتاج الكهرباء والماء، من المتوقع أن يصل استهلاك الوقود لتلبية الطلب المتزايد لنحو 20% من إنتاج النفط بحلول عام 2017، الأمر الذي يدق من خلاله ناقوس الخطر لمواصلة حملات التوعية في ظل الهدر المستشري، سيما في الوزارات والمؤسسات الحكومية. أنا أشوف هدر بالوزارات، أشوف هدر بالمساجد، يعني واحد يشوف هدر في كل مكان في الحقيقة، في المنازل، وهذا اللي يحتاج أيضا إلى توعية. فالحملات التوعوية هذه لازم تكون متكاملة، يعني لا تكون بس مجرد إعلانات وإلى آخره بالصحف والمجلات والتلفزيون، ولكن لازم تكون حملة شاملة. وعلى خط المستهلك انتقادات للإسراف في استخدامات ثروات البلاد ودعوات إلى الترشيد على المستويين الرسمي والشعبي. مثل بالنسبة للوزارات، الهيئات، الأمور هذه تمر عليها بالويكند تلقاها شقالة الكهرباء والأمور، هذا الصرف يعني حرام، هذا كله من ثرواتنا، ثروات الشعب. احنا قاعدين نعاني يا اختي صراحه من الشارع ونعاني من الكهرباء والاضاءه، يعني صراحه في هدر يعني بشكل مو طبيعي. حتى لو كانت يعني كنت انت مستطيع لهذه الكهرباء، الترشيد والشيء المعقول بكل الاحوال مطلوب. الإسراف في الاستهلاك في وطح النهار على المستوى الرسمي مشهد يتنقل في كافة المناطق في محافظات البلاد الست، مشهد يقلب مقاييس الدعوة إلى الترشيد من المواطن إلى الجهات المعنية في كافة المؤسسات الحكومية. سمر شديق، نمور، الرأي. أسعار الخضروات التي ترتفع باستمرار تختلف قيمتها بين جمعية وأخرى، لكنها في الطريق إلى توحيد أسعارها في المنتج المحلي من قبل اتحاد الجمعيات التعاونية، حيث يدرس الاتحاد مشروع توحيد المنتج المحلي من الخضروات، في حين يرى البعض أن الخلل في أسعار الخضروات يكمن في الوسيط بين المزارع والمستهلك. ابتسام رمال والتفاصيل في التقرير التالي. الخضروات المحلية منتجات تتفاوت أسعارها من مكان لآخر ومن جمعية لأخرى، حتى كادت الأسعار ترتفع وتنزل كأنها دخلت سوق المتداولين والبورصة بشكل يومي. تلك القضية التي أرهقت كاهل المواطنين أصبحت في طريقها إلى الحل مع مشروع تقدم به اتحاد الجمعيات التعاونية لتوحيد أسعار المنتج المحلي فيما خص الخضروات. هذا الأمر يعني قاعد يسبب لنا إرهاق، وقاعد يسبب لنا أحراج مع المستهلكين، فلذلك صار عندنا مشروع تقديمه على مستوى الدولة لجميع الجمعيات التعاونية بالتعاون مع اتحاد المزارعين، هو التركيز على الانتاج المحلي للخضار. الانتاج المحلي للخضار يكون هناك كميات محددة من قبل الجمعيات، كل جمعية بالكمية المطلوبة، الأصناف المطلوبة، توحيد السعر، ما يصير عندنا تفاوت الأسعار من جمعية لجمعية، ولا تفاوت الأسعار من يوم إلى يوم، راح يصير عندنا توحيد للسعر للسنة بالكامل. يعني إحنا لما نحط سعر صنف ما، هذا السعر موجود في هذه الجمعية والجمعية الأخرى، موجود هذا السعر
لليوم وللغد وللأشهر القادمة. نتوقع يعني خلال الشهر ونص أو الشهرين القادمين راح يكون تفعيل لهذا الموضوع من خلال تنفيذه. احنا يعني أتوقع يعني وصلنا إلى المراحل شبه نهائية من الدراسة. أما اتحاد المزارعين فيرى في تلك الخطوة ترحيبا حارا، ويرى الخلل في الوسطاء بين المزارعين والمستهلكين والذين يتلاعبون بالأسعار. الآن في العملية الموجودة اللي هي أنا أقول عنها عملية بدائية، المزارع مظلوم والمستهلك مظلوم. يعني على سبيل المثال في وسطاء بين الجمعيات وبين الاتحاد، هذا الوسطاء يشتري ب 200 فلس وبيع ب 800. طيب هال 600 فلس هذه ظلم، المفروض انها تكون يعني ما هي من جيب المزارع ومن جيب المستهلك، فالوسيط ما في داعي له. يعني ممكن الاتحاد ينظم العمليه بسهوله وياخذ، حتى يمكن يجي فتره ياخذ نص الانتاج، النص الثاني راح يصعد السعر فيحسب على الجمعيات بأسعار الحراج، لأن احنا قاعدين نمشي بنظام حراج، معنا يعني طريقة بدائية ولا احنا قابلين منها. يعني احنا عندنا خطط تطويرية للإنتاج كيف يصل إلى المواطن، كيف يصل إلى المستهلك بطريقة ترضي المزارع وترضي المستهلك بدون وسطاء. المستهلكون بدورهم طالبوا بتطبيق فكرة المشروع بأسرع وقت. طبعا لجنة الجمعية أصلها تساعد المواطن المقيم في المنطقة، بس هم الحين كان نعيش فيه كان أسواق عالمية، ما كنا أسواق محلية وخاصة مناطق الكويت. بانتظار أن يرى المشروع النور، فإن أسعار الخضروات تبقى غير ثابتة وفي ارتفاع مستمر. ابتسام رمال، الراي. في مصر تجددت الاشتباكات بين شبان غاضبين وقوات الأمن في ميدان التحرير بالقاهرة عقب يومين على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، فيما دعت أحزاب سياسية معارضة أنصارها إلى الاحتجاج على قرار مرسي يوم الثلاثاء القادم في القاهرة. وقالت وزارة الصحة إن إجمالي عدد المصابين نتيجة اشتباكات يوم أمس بلغت 227 مصابا، تقرر خروج معظمهم فيما لا يزال بعضهم يتلقى العلاج بالمستشفيات المصرية. كما أعلن نادي القضاء بمحافظة الإسكندرية تعليق العمل بالمحاكم والنيابات في المحافظة ومحافظة البحيرة المجاورة احتجاجا على الإعلان الدستوري، في حين قال مجلس القضاء الأعلى إن الإعلان الدستوري الذي أعلنه الرئيس يتضمن اعتداء غير مسبوق على استقلال القضاء وأحكامه. فيما يواصل النظام السوري قصف المدن والبلدات، قال وزير الدفاع التركي عصمة يلمز إن بلاده تتوقع أن يتخذ حلف شمال الأطلسي قرارات بشأن نشر صواريخ باتريوت أرجو على طول حدودها الجنوبية مع سوريا خلال الأسبوع القادم. وطلبت تركيا من الحلف نشر منظومة باتريوت، وهي منظومة دفاع صاروخي مصممة لاعتراض طائرات أو صواريخ، بعد أسابيع من المحادثات بشأن سبل تعزيز الأمن على حدودها التي يبلغ طولها 900 كيلومتر مع احتدام الصراع في سوريا. هذه النشرة متواصلة وفيها بعد الفاصل. بورصة الكويت تواصل تسجيل المكاسب للأسبوع الثالث على التوالي. أهلا بكم إلى الصفحة الاقتصادية. واصلت سوق الكويت للأوراق المالية تسجيل المكاسب لمؤشراتها الثلاث للأسبوع الثالث على التوالي في ظل عمليات الشراء التي طالت العديد من الأسهم. وبهذا الصدد أوضح تقرير شركة بيان للاستثمار أن السوق لقيت دعما واضحا من الأخبار الواردة في شأن قرب صدور قرارات حكومية من شأنها معالجة الاقتصاد المحلي الذي يعاني اختلالات هيكلية واضحة، مما أدى إلى ظهور حالة من التفاؤل النسبي بين الأوساط الاستثمارية في السوق، مكنتها تاليا من مواصلة اتجاهها التصاعدي.
لم يتغير سعر برميل النفط الكويتي، حيث ظل ثابتا عند مستواه في تداولات أمس، والتي استقرت عند 107 دولارات و84 سنتا للبرميل. ويأتي هذا الثبات في مقابل ارتفاع أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي والعقود الآجلة لمزيج برنت نهاية الأسبوع الماضي، مدعومة بأنباء الاحتجاجات الجديدة في مصر وتفاؤل بقرب الوصول إلى اتفاق في المحادثات الرامية إلى تقديم المساعدات المالية لليونان المثقل بالديون. نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل. الجيش الكويتي يكتسح ميداليات اليوم الأول للبطولة الخليجية العسكرية الثانية للتايكواندو. أهلا بكم إلى الصفحة الرياضية. عادت البطولات العسكرية من جديد إلى الكويت بعد غياب طويل من خلال تنظيم الاتحاد الرياضي العسكري البطولة الخليجية العسكرية الثانية للتايكواندو، والتي افتتحت بحفل مبسط شاركت فيه 5 دول خليجية باعتذار المنتخب الإماراتي. وتمكن الجيش الكويتي من حصد 3 ميداليات ذهبية من أصل 4 مسابقات. أحمد العنزي يستعرض نتائج اليوم الأول للبطولة في هذا التقرير. بعد سنوات طويلة غابت عنها الكويت باستضافة البطولات العسكرية، عادت الرياضة العسكرية من جديد بحفل افتتاح مبسط نظمه الاتحاد الرياضي العسكري لفعالية البطولة الخليجية الثانية للتايكواندو. شرفني أول شيء الإنابة عن سيدي معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع وسيدي رئيس الأركان العامة بحضور هذا الافتتاح. ولا شك أن المنافسة بيننا وبين الأخوان من دول مجلس التعاون لها الأثر في رفع الكفاءة ورفع المستوى العسكري والمستوى الرياضي للدول أو الفرق المشاركة في هذه البطولة. أحب أهني الاتحاد العسكري على تنظيم هذه البطولة. يمكن إحنا سمعنا أو مثل تقول من 25 سنة ما كان ينظم بطولات، والحمد لله يعني بالعكس هذا بداية حلوة حق الاتحاد العسكري. وكذلك احنا ودنا مثل ما نقولنا مثل ما تقول كبداية خطوة أو خطوة الأولى اللي بدأ فيها الاتحاد العسكري، إن مثل ما تقول فعل المنظومة أو فعل الاتفاقية اللي صايرة بين اتحاد الشرطة الكويتي والاتحاد العسكري بالإضافة حق الحرس الوطني. فعالية البطولة لليوم الأول شمل على نهاية 4 مسابقات تمكن من خلالها لاعبو الجيش الكويتي من الهيمنة على غالبية المراكز الأولى، فحققوا 3 ذهبيات أعطتهم صدارة اليوم الأول. الحمد لله الفرحة والعرس هذا يتوج ما يمن فراغ، وإن شاء الله نكملها باكر بعد عندنا نهائيات، ونتمنى التوفيق للجميع ومشكورين على هذه التغطية الإعلامية للإخوان جميع القنوات راي والوطن والكل. والله وفقنا ب3 أوزان من 4 أوزان الحمد لله، يعني كان عندنا استعداد زين حق البطولة كونها على أرضنا، وإن شاء الله الحمد لله اليوم 3 وبكرة نوعدكم إن شاء الله 3 مو أقل من 3. اللاعب علي المرشاد حصد الميدالية الذهبية في وزن تحت 54 كيلوغرام، بينما أحرز اللاعب مسفر العجمي ذهبية وزن تحت 63 كيلوغرام، في حين تمكن اللاعب صالح العلي من تحقيق ذهبية وزن فوق 87 كيلوغرام. في المقابل تمكن الجيش القطري من حسم الذهبية الرابعة لصالحه في وزن تحت 74 كيلوغرام عن طريق اللاعب أحمد ماهر. اللعب كان لآخر شيء قوي، وبس شوي اللياقه خانتني وصلت لياقه ذهبيه والحمد لله الله وفقني بالله. البطوله ما كانت سهله والوزن كان فيه لعيبه قدامه، بس الحمد لله رب العالمين الله وفقنا. كنت متوقع المركز الاول او كان شلون كان استعدادكم ايضا للبطوله؟ اول شيء الاستعداد استعدينا جيد الحمد لله، كنا معسكرين في كوريا ولعبنا بطوله العالم، وبس يوم ردنا الدوحه هذا احنا في الكويت والحمد لله. الجيش الكويتي اقترب من تحقيق لقب البطولة بعد ميداليات اليوم الأول، وإن تبقت 4 ذهبيات سينافس عليها لاعب الكويت بكل قوة للظفر بلقب البطولة الثانية. الاتحاد الرياضي العسكري يعيد النشاط والحيوية للرياضة العسكرية من جديد إلى الكويت بتنظيم البطولة الخليجية العسكرية الثانية للتايكواندو. أحمد عنزي الراي. وقبل ختام نشرتنا لهذا اليوم نذكركم بمتابعتنا عبر موقع تويتر الراي ميديا جروب، وكما يمكنكم مشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على اليوتيوب والراي تيوب. في أمان الله.